وعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. بعد التحية، يعني قل لنا أبرز النقاط التي لفتت نظرك في هذا الاجتماع. الحقيقة الأبرز في اجتماع اليوم هي القرارات المهمة التي أعلنها سيد رئيس الوزراء وكان حاضر وزير المالية، وهي الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة اليوم تنفيذ التكليفات السيد الرئيس للحكومة. النهاردة وافق مجلس الوزراء على حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية أعلنها السيد رئيس الوزراء، أهمها توفير علاوة استثنائية 300 جنيه لجميع العاملين من شهر نوفمبر القادم، ايضا زياده الحد الادنى للاجور الى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، ايضا تم الاعلان عن مد عدم زياده اسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل بدلا من كانت يتم الزياده في اول يناير، ايضا في مشروع قانون هتتقدم به الحكومه لمجلس النواب لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطنين. دي يمكن مجموعه من قرارات الحمايه الاجتماعيه اللي اعلنت عنها. اضافه لذلك ايضا كان في تم اعلان عن تحمل الحكومه من خلال صندوق تابع لوزاره الطاقه العامله، صندوق الطوارئ، لتخفيف العماله اللي الشركات اللي توقفت بيتم حصرها وبيتم تحمل تكلفه هذه العماله حتى 30 يونيو القادم. هي مجموعه مهمه من قرارات الحمايه الاجتماعيه التي اعلنت عنها الحكومه اليوم، ومنها ما يتم تنفيذه ومنها ما سيعرض على مجلس النواب وهو الخاص بزياده حد الاعفاء الضريبي. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.